أحد أسباب الندم في الحياة هو ضياع بعض النعم اللي الإنسان كان واخدها كحق مكتسب ومش بيجتهد في الحفاظ عليها. حالة من الضمان والإطمئنان المزيف تخلي الإنسان لا بيستثمر جهد ولا وقت في شكر النعمة بالحفاظ عليها. أشهر هذه النعم الضائعة بسبب الإطمئنان المزيف العلاقات. طرف في العلاقة طيب ومش بيعمل مشاكل على حقه، فالتاني يسوق فيها، وما دام مش بتعمل لي مشاكل كل ما أثر معاك أنا هحط وقتي ومجهودي في حاجة تانية، ما أنت قاعد وأنا ضمنك. ده اللي خلى ناس طيبين كتير في الزمن ده يقولك الطيب في الزمن ده مش بياخد حقه، لأنه طيب فالتاني أهمله لأنه ضمنه. حالة من الإطمئنان المزيف. ما أنا لو كنت زي فلانة اللي بتلوي بوزها شبرين لما جوزها بيأثر في حقها ما كنتش أهملتني كده. سمعناها من ستات كتير وشفناها في ابن مع أمه دايما جاي عليها، مش بيجي على نفسه أبدا ولا على أصحابه. ضميره ساعات بيأنبه لكنه بسبب أنه مطمن وضامن أمه مش هتعمل حاجة دايما ما أثر في حقها، لغاية ما تسيب الدنيا ويعيش ندمان أنه ملحقش يشبعها منه. شفناها في مدير دايس على موظف طيب ملوش حس وشايل كل الشغل من غير ما يشتكي، والموظفين التانيين بيتقمصوا لما الشغل بيكتر عليهم وهو يجيب ورا مع الموظفين دول، لحد ما الموظف ده يسيبه ويروح لشغلانة بنفس المرتب على فكرة لكن فيها شوية إنسانية، ويسيب المدير ده يتمنى يوم من أيام الموظف الطيب ده. شفناها في واحد الاطمئنان المزيف ده، شفناها في واحد بيستلف من صاحبه المستريح ماديا لكنه طيب، ولما ربنا فتح عليه ما ردش الفلوس أصله مطمن إن صاحبه غني وطيب هيعذرني، وصاحب الفلوس اللي مسلفه يشوفه غير عربيته وما سدش اللي عليه. فلما صاحبنا اللي استلف قبل كده احتاج تاني ما كانش ليه وش يكلم صاحبه الطيب المستريح، لأن النبي بيقول مط للغني ظلم، هو كان بيماطل لأنه كان مطمن. اطمئنان مزيف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصف المعاملات بالإحسان، والإحسان هو إعطاء صاحب الحق حقه من غير ما يطلب. الإحسان إن يظل الإنسان شاعر إنه دايماً مدين بحقوق الناس اللي حواليه ولا يصاب بتضخم الذات اللي بيخلي الإنسان يقول أقل حاجة مني تكفيهم لأنه كبير قوي قدام نفسه. الأم اللي محتاجة زيارة ما يكفيهاش مكالمة، والصاحب اللي محتاج دعم في وقت مصيبة في حياته ما تكفيهوش تبعت له رسالة واتساب. الابن اللي محتاج قرب لأنه في سن المراهقة ما يكفيش إن أبوه يصرف عليه، لازم يقرب منه، ما تطمنش هيكبر ويبقى بعيد عنك. وسبحان الله الإحسان ده عاش بيه سيدنا رسول الله. الإحسان اللي خلى سيدنا رسول الله يوزع نظراته على كل الصحابة حتى يظن كل واحد منهم أنه أحب الناس إلى رسول الله. الإحسان اللي يخلي سيدنا رسول الله كل ما بنته تخش يقوم مهما كان بيعمل أي حاجة ويقبلها بين عينيها. الإحسان اللي خلى النبي يرهن درعه قبل وفاته عند يهودي عشان ما يشغلش أصحابه باحتياجاته. الإحسان اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أخبار الخدم بتوعه إيه فيقول لربيعة بن كعب الأسلمي وكان بيخدم النبي ألم تتزوج، ويتوسط له عند عيلة عشان تجوزه، ويسأل سيدنا أنس الخادم التاني إيه نقصك فيقول له جدتي مليكة نفسها تزورها في البيت، فيروح صلى الله عليه وسلم يتغدى عندها وبعدين يقول لها قوموا فلا أصلي لكم. هو عارف إن هي مش بتعرف تيجي الجامع لأنها عجوزة، فيصلي لها في حتة في البيت عشان تلاقي حتة في بيتها تسجد مكان رأس النبي الشريفة صلى الله عليه وسلم. الإحسان اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ما يقعدش على منبره عند العرش مطمن إلا لما ينتهي من جميع الشفاعة لأهل الحساب يوم القيامة، مليارات من أمته، وحتى بعد دخولنا الجنة بنص كلامه صلى الله عليه وسلم هيخرج من الجنة عشان يطلع ناس من النار لم يعملوا خيرا قط. هذا الإحسان وعدم الإطمئنان المزيف. الإطمئنان المزيف بيخلي الإنسان ما يستثمرش في العلاقات فيضيع الحقوق. الإحسان هيخلي حياتك ليها معنى ووقتك ينصرف في أداء حقوق الناس اللي حواليك، وهتشبع حبايبك منك لأن حبايبك بيحبوك، وبكده هتعيش حبيب ومحبوب. فاللهم يا رب من علينا مع أحبابنا بالعطاء والعطف والإحسان حتى نخرج من هذه الدنيا وقد أكرمنا كل من أحبنا، ولا نظلم أي أحد أحسن الظن بنا.